فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل يتكلم بالمغيبات ويقول هذا كرامة من الله، هل نحكم عليه أنه ساحر؟ يقول السائل: رجل يتكلم بالمغيبات، يعني يدعي علم الغيب، يخبر عن المغيبات، يدعي علم الغيب، من فعل هذا فهو كافر، لأن الغيب لله عز وجل لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى مشاركة الله في ذلك أنه يعلم الغيب فهو كافر. نعم. فضيلة الشيخ، من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام من ادعى علم الغيب. نعم.